السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير يا رب. كل لحظة حضرتكم بخير. وكنتم لكم أسعار الدولار والعملات ليوم الأحد 17/3/2024 من قناتي أنا وحياتي، أسعار الدولار والعملات في البنوك، أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء. فضلا وتكرما منكم إخواتي أتمنى تدعموني باشتراك ولايك. أولا أسعار الدولار والعملات في البنوك: سجل الجنيه الاسترليني 61.36 جنيه، الدينار الكويتي 155.91 جنيه، سعر اليورو 52.43 جنيه، ريال السعودي 12.76 جنيه، الدولار الأمريكي في البنوك 47.86 جنيه. أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء: جنيه استرليني 61.65 جنيه، الدينار الكويتي 156.70 جنيه، درهم الإماراتي 13 جنيه، اليورو 52.65 جنيه، ريال السعودي 12.84 جنيه. مسجل الدولار في السوق السوداء: شراء 47.65 جنيه، البيع 48.12 جنيه. سجل الجرام الذهب عيار 21.970 جنيه، عيار 24.3395 جنيه. بشكركم اخواتي دايما وجودكم في قناتي انا وحياتي شرف كبير ليا. في الختام دايما اللهم امين على كل دعوة وقلوب حضراتكم يا رب العالمين.